مستحضرات التجميل يلي كلنا بنستخدمها بوقتنا الحالي وبيتم صناعتها بمعامل عالمية. من قبل كان يتم صناعتها بأدوات بسيطة، وحتى ألوان الروج والبلاشر والأيشادو كان يتم استخراجها من الفواكه والمعادن. تفاصيل رح نخبركم عنها عن صناعة الميك اب من خلال هالتقرير. شي مرة فكرتوا كيف كانوا يصنعوا مستحضرات التجميل اللي كلنا بنستخدمها حالياً من زمان؟ ومن وين كانوا يستخرجوها وكيف كانوا يدمجوا الألوان؟ طيب أنا رح خبركن. صناعة مستحضرات التجميل قديماً كانت تعتمد بشكل كتير كبير على مواد طبيعية وطرق يدوية، وكانت تمر بعدة مراحل، ومنها استخراج المواد الطبيعية. كانت المواد الطبيعية مثل المعادن والنباتات وأحياناً الحيوانات تستخدم لاستخراج الصبغات والألوان. يعني مثلاً لا يحصلوا على اللون الأصفر كانوا يستخدموا الكركم، أما اللون الوردي أو الأحمر فكانوا يلجأوا للشمندر. والأقرب من هيك أنه كانت تستخدم المعادن مثل الأوكر أو أكاسيد الحديد لإعطاء ألوان ترابية، أما التوت والفواكه كانوا يحصلوا من خلالها على مجموعة واسعة من الألوان. أما بالنسبة للخلط والدمج فكان يتم خلط المساحيق الناتجة مع مواد مثل الشمع والزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية لصنع مستحضرات مثل أحمر الشفاه أو كريمات الأساس. بالنسبة للتسخين، ببعض الحالات كان يتم تسخين الخليط لتسهيل الدمج وتحسين القوام. أما التعبئة، فبعد تحضير الخليط كان يتم تعبئته بأواني مصنوعة من الحجر، الفخار، المعدن أو حتى الأصداف. وبالنسبة للتطبيق، فكانت مستحضرات التجميل تطبق بأدوات بسيطة مثل الأصابع والعيدان أو الفراش المصنوعة من الشعر الطبيعي، وهي العملية كانت تتطلب مهارة ومعرفة بالمواد الطبيعية وكيف بيتم تحضيرها بطريقة آمنة للاستخدام على الجلد. وحتى الألوان والمنتجات المتاحة كانت محدودة بالموارد الطبيعية المحلية. كنتي بتتخيلي إنه أدوات التجميل اللي عم تستخدميها حالياً كانت تصنع بهالطريقة؟